إلى أكثر من ضعفين. تضاعفت أسعار النفط الأسود المشغل لخطوط إنتاج مادة الإسمنت لمعامل الشركة العامة للسمنت العراقية بقرار من وزارة النفط، أمر قد يؤدي بحسب مسؤولين في الشركة إلى توقف عشرات المعامل المشغلة للأيدي العاملة وقتل إنتاج هذه المادة الوطنية. كان سعر اللتر 100 دينار من وزارة النفط، وقرار من رئاسة الوزراء بأنه نبقي سعر بيع الإسمنت 90,000 دينار، لكن خلال عام 2022 تفاجأنا بأنه قرارات منفردة من وزارة النفط بالصعود بأسعار النفط إلى 350 دينار لكل لتر، وهذه الزيادة أصبحت قاتلة لصناعة الإسمنت. حدود 9000 موظف بالشركة العامة للسمنت العراقية بين عامل وقتي وعقد وموظف، جميع هذه الموظفين راح تتأثر بصراحة معيشتهم ورواتبهم. رفع أسعار النفط الأسود نبه القائمين على هذه المعامل بالتفكير الجدي لتحويل اعتمادهم على الغاز الطبيعي لتشغيل خطوط الإنتاج بسبب تكلفته المادية القليلة مقارنة بمادة النفط، إلا أن ذلك ما زال قيد العمل الذي يحتاج إلى دعم حكومي هو الآخر للمضي به. بالنتيجة من نريد نتحول على الغاز راح يقلل لنا الكلف، الكلفة بالنفط الأسود 50,000 دينار لكل طن، بالنسبة للغاز 15,000 دينار، فهذا بالنتيجة راح يحقق لنا. هسه احنا ما نريد ربحية، خلينا نقول بس يعني نقلل من هاي الخسار. من النفط الأسود إلى الغاز الطبيعي هنالك عدة صعوبات، منها يعني المحرقة هي كانت مصممة على الاشتغال بالنفط الأسود، واستيرادها يكون من الدول ذات التخصص بهذا المجال، يطول فترات وببالغ جدا عالية. قام الجهد الهندسي والكادر الفني بداخل المعمل بتحوير نفس المحرقة القديمة اللي تشتغل على النفط الأسود إلى محرقة تشتغل بالغاز اللي موجود. وفضلا عن ضرر الصناعة الوطنية لمادة الإسمنت، قد تخلق أزمة غلاء وقود هذه المعامل أزمة جديدة في الأسواق المحلية، يضاف لها الخوف من تسريح آلاف العاملين بسبب توقف المعامل وعدم قدرتها على الإنتاج مستقبلا. من النجف، محمد رزاق، التغيير.